تحية نضالية عالية لجميع الأحرار المناضلين الشرفاء، لا على الصعيد المحلي ولا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الدولي. طبعا طبيعة الحال من هذا الموقع أو عبر هذا الفيديو أحيي كل الإخوة المناضلين المتواجدين داخل خارج الوطن. هؤلاء الإخوة اليوم الذين ينظمون تظاهرات وأمسيات من أجل الدفاع عن الشهيد محسن فكري. طبيعة الحال لا ننسى شكرنا لكل الإخوة الساهرين على إنجاح هذا الحراك الشعبي. كما تعرفون على أن الحراك الآن متواجد بالريف وبخصوص مدينة الحسيمة، هو حقيقة لم يكن من فراغ، وإنما جاء أو يعني هذا الحراك هذا كان نتاج السياسة المخزنية أو بصفة عامة ما يقوم به النظام السياسي القائم في هذا البلاد. طبيعة الحال منطقة الريف هي البؤرة أو المنطقة التي تأثرت كثيرا بسياسة هذا المخزن المجرم الظالم الدكتاتوري. ما حدث ليلة الجمعة كانت النقطة التي أفاضت الكأس، مما يعني أن الأخ الشهيد محسن فكري راح ضحية سياسة المخزن، وتتجلى هذه السياسة في قضية الحجرة التي يمارسها هذا المخزن. الحجرة لم تكن فقط هي النقطة التي أفاضت الكأس، وإنما كذلك التهميش والحصار المتمثل في الحصار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. طبيعة الحال هذه كلها وسائل أو هذه كلها أشياء دفعتنا إلى الخروج إلى الشارع من أجل فضح سياسة النظام القائم في هذا البلاد، الذي يمارس عنجهيته ويمارس استبداده على الطبقة الكادحة والمقهورين. كما تعرفون على أنه ليلتها ما حصل ليلتها كانت جريمة شنعاء، وهذه الجميلة تتمثل في طحن محسن فكري بطريقة بشعة لا تفرق عن سياسة أو عن ممارسات الحركات الإسلاموية الإرهابية المتطرفة المتمثلة في داعش. إذن كما تعرفون أو كما كتعرفوا أنه هذه هي النقطة التي أفاضت الكأس والتي دفعت بالكل للخروج إلى الشارع. ما تعرض له محسن فكري ليس الأول أو الأخير، وإنما قد تعرض له مجموعة من الإخوة، خصوصا شهداء 20 فبراير الذين راحوا ضحية سياسة هذا المخزن المجرم. وكذلك ما حصل للشهيد ريفينوكس لما قطع رأسه وألقي في إحدى الغابات، وما تعرض له كذلك كريم لشقر وكمال حساني وأمي فتيحة في باقي كذلك وبعض ما الشهداء في باقي المدن المغربية الأخرى، مما يعني أن هذه الحجرة أو هذا التهميش أو هذا الاستبداد ممارس على جميع الطبقات الكادحة. لهذا وددت أن لو أن إخواننا في باقي المدن المغربية الأخرى لو أنهم يستمرون في نهجهم وخروجهم إلى الشارع من أجل فضح سياسة المخزن. كما تعرفون على أن انطلاق الشرارة كانت من الريف، ثم استمرت في باقي إلى يومنا هذا، بالإضافة إلى انضمام باقي المدن الأخرى إلى الريف من أجل التعبير ووضع يدا في يد من أجل فضح سياسة هذا الاستبداد. كما تعرفون كذلك أو كما كتعرفوا على أنه الريف منذ ما يسمى الاستقلال إلى يومنا هذا فرض هذا النظام ظهيرا خطير، وهذا الظهير المشؤوم يتجلى في محاصرة هذه المنطقة بظهير خطير جدا، ألا وهو يعتبر المنطقة منطقة عسكرية. الشيء الذي دفعنا لنتساءل ما الأسباب الذي دفع بالنظام السياسي من أجل اعتبار المنطقة منطقة عسكرية. هنا قد نضع مجموعة من التساؤلات أو علامة استفهام، لماذا هذه المنطقة دون المناطق الأخرى؟ كما تعرفون أن للريف تاريخ كبير وتاريخ وقف له العالم وانحنى له العالم كله إجلالا وإكبارا لعظمة الرجال الذين خرجوا من أجل مواجهة الاستعمار الإسباني آنذاك، والذي تورط فيه كذلك هذا المخزن عبر مساهمته في حصار هذه المنطقة. بعد خروج الاستعمار الإسباني دخل هذا الاستعمار المخزني على المنطقة وحاصرها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. اليوم خروجنا إلى الشارع استنكارا لما نعانيه اليوم من هذه السياسة، وتتجلى ذلك ويتجلنا ذلك عفوا ليس يتجلى وإنما بقدر ما ربما قد نقول على أنه من المفروض وبات إلزاميا علينا الخروج إلى الشارع، لأن
ما 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 يمارس علينا هو حقيقة جريمة شنعاء ونكراء يمارسها هذا المخزن من أجل إقبار المنطقة انتقاما من تاريخ أجدادنا. كما كتعرفوا على أنه اليوم منطقة الريف ليست كباقي المناطق الأخرى. أولا يوجد حصار سياسي، مما يعني أننا غير مسموح بنا، غير مسموح لنا الخروج إلى الشارع من أجل التنديد ومن أجل فضح هذه السياسة. ممنوعون من الحديث عن السياسة، مما يجعلنا كذلك نطرح سؤال لماذا اليوم منطقة الريف معزولة عن باقي المناطق الأخرى. حصار اجتماعي وحصار حصار اجتماعي واقتصادي. المنطقة اليوم محاصرة من كل الجوانب، كما تشاهدون معي يتواجد الميناء خلفي، وهذا الميناء الذي يعتبر مركز أو لب الاقتصاد في 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 الريف تم حصاره من طرف مجموعة من اللوبيات التابعة إلى المخزن من أجل جعل هذه المنطقة خلي المنطقة أنها باش تمارس التهجير القسري على أبناء المنطقة، يجب ضرب بؤر الاقتصاد من بينها يعني كما تشاهدون الميناء. لماذا؟ لأن المخزن اليوم يحاول أن يجعل من هذه المنطقة منطقة سياحية جنسية من أجل أن يستغلها بطريق الخليج من أجل ممارسة دعارتهم وفضائحهم الجنسية. الريفيون رفضوا هذه السياسة. لماذا؟ لأن فيها نوع من الحقرة والتهميش، وهذا مما يجعلنا القول على أننا اليوم كارثيون رافضين لهذه السياسة، لأن فيها ما هو ما يمس بكرامتنا وبأعراضنا. كذلك ومثال طبيعة الحال كاين العديد الإخوان اللي كيتسألوا علاش اليوم الريافة خارجين للشارع، وهذا السؤال يطرحه العديد من الإخوة المغاربة. اليوم الإخوة المغاربة تفاجأوا بعد الكلمة التي ألقيتها على المنصة في بعض الأشكال النضالية الفائتة، تساءلوا كيف يعقل أن يكون هذا الظاهر على منطقة الريف. تساءلت كذلك الصحافة، ثم لما عادوا فوجئوا بأن هذا الظهير موجود. إذن اليوم علاش كيتم الحصار علينا؟ لأننا اليوم حنا رفضنا هذه السياسة، هذه المخزنية الملعونة، هذه السياسة اللي بغات تقبر لهذه المنطقة وتهجر الأبناء ديالها. وكما كتعرفوا أن منطقة الريف هي الأكثر، منطقة الريف الأبناء ديال الريف هم أكثر عددا المتواجدين اليوم في المهجر. علاش؟ لأن المخزن هج واحد السياسة ديال طرد الريفيين إلى خارج من أجل احتلال هذه المنطقة ونزع الملكية ديال الأراضي ونزع الحقوق ديال هاد الناس هادو. كما كتعرفوا أن أقلية قليلة اليوم في البلاد هي اللي كتستغل هاد الثروات هادي. كيف يعقل أنه اليوم مثلا إذا قارنا منطقة الريف وباقي المناطق المدن الأخرى بالصحراء، اليوم الصحراوي عايش حسن من الريفي وعايش حسن من الفاسي وعايش حسن من المكناسي وعايش حسن من الكازاوي. علاش؟ لأنه جل المناطق الصحراوية تتمتع بواحد الرعاية معروفة، هذه الرعاية هذه اللي كتجعل أنه الصحراء فيها الانخفاض ديال الضرائب وفيها الموظف اللي كيهزوا بالبريم. علاش زعما حنايا ملي كنسمعوا في القوانين ديال اللي وضعها اللي كاينه في الدستور الممنوع، رغم ان لنا موقف واضح من الدستور، كنسمعوا على انه كاين سواسيه في تطبيق القوانين، سواسيه بين المواطنين، ولكن ملي كنجيو لارض الواقع كنلقاو ان هناك خروقات كثيره من بينها اللي ذكرتها. ومن هذا الموقع او من هذا الفيديو اناشد جميع الاحراف في باقي المدن المغربية الأخرى من أجل الخروج إلى الشارع والتنديد، لأن ما وقع لمحسن فكري قد يقع لي وقد يقع لكم، ونحن من يتحمل مسؤولية هذه البلاد. أما المسؤولين فمن خلال التصرفات ديالهم والأفعال ديالهم غادي تأكد لكم أن هاد الناس هادو ما عندهم تشي ضمير. وهذا الشيء كيتبين في مجموعة ديال المسائل، أنه مثلا لما كيمرض شي مسؤول في هذه البلاد هذه فكيمشي يتعالج في فرنسا، بينما الطبقة الكادحة كتعالج هنا. وحتى أنه أي علاج ما كاين لا مستشفيات، ما كاين لا صحة، ما كاين لا تعليم، ما كاين لا عمل. إذا اليوم هنايا في المنطقة الريف والسبب ديال الخروج ديالنا هو محسن فكري، هو النقطة التي أفاضت الكأس، مما يعني
أنه ما حصل للمحسي حصل لباقي الإخوة في باقي المدن المغربية الأخرى. إذا ما الذي يمنعنا اليوم من أن نخرج ونتضامن جميعا ونضع يدا في يد من أجل فضح هذا المخزن الذي حقيقة يتجاهلنا والذي لا يريد الذي يرفض التعامل معنا. خصكم تعرفوا أنه كيف يعقل في ظل الحراك وفي ظل الغليان ديال المواطنين اللي خارجين في جميع ربوع الوطن نتفاجأ بأنه تم تشييد مجموعة من المشاريع خارج البلد بأموال الضرائب ديال الفقراء. أيعقل في هذا الوقت الراهن أنه غادي توفر 2.5 مليون ديال العمل للأفريقية وحنا المغاربة اليوم والريفيون بالأخص أنهم يعانون التهميش والحقرة؟ كيف يعقل هذا؟ هذا من جهة. من جهة أخرى لما نتحدث عن الدكاكين السياسية ثم هناك من يعاتبنا لماذا لا تريدون الانفتاح على هذه الدكاكين السياسية؟ كيف ننفتح على من هم عبارة عن حفاظة للمخزن؟ هؤلاء اليوم شركاء في الجريمة، هؤلاء شاركوا بقراراتهم وببياناتهم ووقفوا إلى جانب المخزن ضد الطبقة الكادحة. ماذا قدمت هذه الدكاكين السياسية حتى نسمح لها بأن تنضم إلى الحراك؟ نحن اليوم نمارس الديمقراطية بشكلها الصحيح، مرحبا بالجميع من يريد أن ينضم إلى الحراك، ولكن من أجل أن يحتوي هذا الحراك نحن نرفضه بتاتا. لهذا عندما نتكلم عن كل هذه السياسات كذلك لا ننسى الجانب الثقافي. إذن اليوم كما تعرفون أننا اليوم كأمازيغ محاصرون في ثقافتنا وهويتنا، ممنوعون من لغتنا، ممنوعون من تسمية أبنائنا بأسماء أمازيغية. هناك من يستغل الجانب الديني فيقول أنه لا تجوز، مع العلم أنه كما نعرف جيدا على أن مصادر التشريع الإسلامي 4: القرآن، الكتاب، والسنة، والقياس، والإجماع. طلبنا منهم أن يعطوا لنا تفسيرا واضحا ثم أن يأتون لنا بدليل شرعي يثبت صحة هذا الكلام. لا تجد دليلا شرعيا مثل هذا، وإلا أنه كيف نفسر أن عمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب أو أبا بكر الصديق أو عثمان بن عفان كلهم أسماء كانت في الجاهلية ثم يعني أبقوا على إسمائهم؟ لماذا اليوم نحن كأمازيغ مرفوضون من أن نسمي أسماءنا أمازيغية؟ إذن هناك نقول على أن سياسة هذا النظام سياسة تتجلى في الحصار والتجويع والقمع والديكتاتورية. إذن اليوم من حقنا أن نخرج إلى الشارع ونندد ضد هذه السياسة التي تريد إقبار الثقافة والهوية وتريد إقبار المنطقة وتمارس عن جهيتها وظلمها واستبدادها على الطبقة الكادحة. إذن كما تعرفون وكما يعرف الجميع على أننا اليوم خروجنا إلى الشارع خروج قانوني، مطالبنا مطالب مشروعة، رفع الحصار السياسي والاقتصادي والاجتماعي على المنطقة كذلك الثقافي، ويتجلى هذا في ذلك الظهير المشؤوم الذي يعتبر المنطقة منطقة عسكرية. هذا ظهير خطير، يجب أن يعلم جميع المغاربة أن هذا الظهير يجعلنا أن نعيش كأننا في سوريا أو العراق أو أفغانستان، ممنوعون من الاستثمارات، ممنوعون من بناء معامل وشركات. إذن هل يقبل أي مغربي أن نحاصر بمثل هذا الحصار؟ إذا كنتم تنادون وتقولون لا للفتنة، فهل لكم وهل تجرؤون يا شيوخ العار ويا علماء من يصطفون إلى صف هذا المخزن المجرم، هل تملكون الجرأة لتقولوا لا لهذا الحصار لأننا نحن بشر وليس حيوانات؟ هل تجرؤون للخروج إلى الشارع من أجل فضح المليارات التي تسرق وتنهب وتؤخذ إلى بنما وإلى سويسرا؟ أي فتنة أشد من هذه الفتنة؟ ولهذا نقول إن من يصطف في صف المخزن فليعلم أنه يشارك في هذه الجريمة. قل ما شئت وافعل ما شئت، ولكن لا تنسى أنه سيأتي اليوم الذي ستنفضح فيه سياستكم العرجاء ووقوفكم إلى جانب هؤلاء الطغاة الذين يمارسون علينا هذا الاستبداد. لا تنسوا كذلك أن التاريخ لا يرحم، وسيأتي اليوم الذي ستدخلون إلى مزبلة التاريخ من بابها الواسع. نحن اليوم ولله الحمد مسيرتنا ومظاهرتنا أبانت للعالم كله على أننا سلميين وحضاريين أكثر من هذا المخزن، وأننا في مسيرتنا وخروجنا إلى الشارع وقفنا صفا واحدا ويدا في يد من أجل حماية المنشآت. ولكم أن تنظروا إلى الفيديوهات السابقة وتنظروا إلى المسيرة السابقة والمظاهرات كيف أن
70,000 من المشاركين، اعترف بها العدو قبل الصديق، اعترف بها العدو قبل الأخ. ولهذا أيها المغاربة، أيها المغاربة، أناشدكم من هذا الموقع، أناشدكم من هذا الموقع على أن تخرجوا إلى الشارع. فما ينهب من ما تنهب من الثروات هي حقوقكم. لماذا؟ من الذي يمنعكم من أن تخرجوا إلى الشارع؟ هذه حقوقكم. كيف يعقل أن يموت الناس بالشكل الذي ماتت به الشهيدة أمي فتحة عندما أحرقت نفسها، عندما مورس عليها ذلك التصرف الهمجي؟ ما الذي يمنع إخواننا أن يخرجوا من نجل نصرة أبنائنا الذين ماتوا ضحية الفيضانات، والذين ضاحوا ضحية هذا المخزن الذي حاصرهم ومنعهم من حقهم في العمل والصحة؟ ما الذي يمنعكم اليوم من أن تخرجوا؟ ما الذي يخيفكم؟ هذا حقكم ومن حقكم أن تخرجوا. ولهذا من هذا الموقع أحيي كل الأبطال، أحيي كل الشرفاء والمناضلين، لا على الصعيد المحلي ولا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الدولي. من هذا الموقع أحيي إخواننا بأوروبا الذين يخرجون بشكل يومي أمام القنصليات والسفارات وأمام كل المؤسسات التي تمثل الدولة المغربية من أجل الضغط عليها والنزول إلى الشارع من أجل التفاوض. كما تعرفون أنه ما يقارب شهر نحن نخرج إلى الشارع، ولكن هناك تجاهل من الدولة المغربية، مما يعني أنها اليوم تقول بالحرف الواحد: قولوا ما شئتم، افعلوا ما شئتم، فإن لنا لغة واحدة وهي لغة العصي والهراوات، كما رأيتم سابقا في الوقفات والاحتجاجات. تحية نضالية عالية مرة أخرى ومجددا لإخواننا، لا على الصعيد المحلي ولا على الوطني ولا على الصعيد الدولي، وبالأخص أخص بالذكر إخواننا في أوروبا الذين صراحة يخرجون إلى الشارع بشكل يومي تقريبا من أجل مساندة هذا الحراك. ونحن نقول إن قوتنا تكمن في هذا الخروج وهذا التعاطف الذي حقيقة أبهرتم به العالم. وتحية نضالية مجددا، ولكم مني ألف آلاف التحايا. تحية.